أحسن الله إليكم. وهذا سؤال شبيه بالذي قبله، يقول السائل: هل الأفضل قراءة القرآن في المسجد أم في البيت؟ كله ولله الحمد كله خير، ولكن قراءته في المسجد أفضل اقتداء بالسلف، لأن السلف كانوا يحضرون في المساجد ويحضرون المصاحف ويقرؤون القرآن في المساجد، ويقولون: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، لأن الذي يجلس في المسجد يكون عليه سكينة وعليه طمأنينة ويبتعد عن أشغال الدنيا ولا يغتاب أحدا، لأنه إذا جلس في بيته ربما يأتيه هذا وهذا ويشتغلون بأعراض الناس، فلان كذا، فلان قصير طويل، فلان بخيل إلى آخره. إذا جلس في المسجد ما يجيه أحد للغيبة، لأنه يعلم أنه ما جاء للمسجد إلا ليتفرغ للعبادة. نعم.